النار. ماكس، لماذا ترفع صوتك؟ أريد أن أصبح رجل إطفاء. هذا ما أتدرب عليه. أوكي. الآن سأذهب إلى مهمة. أرى النار. لا أريد أن أصبح رجل إطفاء. ماكس، كونك رجل إطفاء أمر خطير، لكن هؤلاء الأشخاص مهمون للغاية. رجال الإطفاء يساعدون على إطفاء الحريق، يطفئونها وينقذون الناس من حرق الغرف، كما يقدمون المساعدة لمن وقعوا في حوادث تحطم الطائرات والسيارات. ماكس، حتى أنهم ينتشلون القطط من الأشجار. أعرف، سوف أصبح شرطية. شرطة! لقد تم القبض على المجرم. أصبح شرطية. نعم، هذه المهنة بها الكثير من الصعوبات واللحظات الخطيرة، لكن الناس ما زالوا بحاجة إلى مثل هذه الخدمات. نعم صوفيا، هذا صحيح، فهمت يا صوفيا، كل مهنة مهمة للغاية.